ومعانا الأستاذة فاطمة من القاهرة. اتفضل. أيوة، السلام عليكم. إزاي حضرتك يا أستاذة فاطمة؟ الله يسلم عمرك يا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يخليك. معلش عندي سؤال صغير كده. اتفضلي. أنا معايا أولادي اثنين شباب، يعني مش طيب. صغيرين، يعني خلصين جيش وبيشتغلوا، بس أنا تعبت في موضوع الصلاة معاهم، تعبت جدا. موضوع إيه؟ الصلاة. يعني وأنا عارفة إن حال أولادي زي حال أي شباب، حياتهم الموبايلات والحياة الزائفة واخداهم، وللأسف هم في بيت الأب والأم. الحمد لله بنحاول نرضي ربنا بكل الطرق يعني، وكلمتهم كتير وبتعمد أصلي قدامهم، وبتعمد أقرأ القرآن قدامهم، قيام الليل قدامهم، والفجر قدامهم أنا وباباهم، بس واتكلم كتير وببعت فيديوهات أوريهم أهمية الصلاة في حياتنا، في حياتنا وفي آخرتنا، وما فيش فايدة. وبدعي كتير، بدعي كام سنة بدعي، وللأسف صلوا مرة عشرة لا، وحاجات كتير قوي. بحس هم يعني مش وحشين، بس حتة الالتزام بالتعليم بالتعليم الإسلامي، تعليم والصلاة والقرآن، يعني أبسط حاجة أقول لهم يا ولاد أنتوا ثلاث طيب. اربع خمس ساعات مع الموبايل، ادوني 10 دقائق للقران. بص، عشان خاطري بقى يعني انا اقول لحضرتك استاذه فاطمه، يعني مع تقديري واحترامي لحضرتك، احنا عندنا شويه مشكلات بنعملها في التربيه مع اولادنا. ايه هي بقى؟ ان احنا بنبتدي واحنا بنربي اولادنا على الصلاه، بنربيهم على ان الصلاه مش باب رحمه وباب موده مع الله وباب حب لله. بنبتدي ان هما مش هيكون الانسان مسلم الا اذا صلى. طبعا انا عارف ان كتير من الناس هيقولوا طب ما هو ده المشكله في التربيه اللي احنا بنعملها. احنا مش بنتكلم في ان الانسان هيبقى مسلم ازاي. ما هو تعريف المسلم ان هو اللي بيقوم بالعبادات. لا، تعريف المسلم ابتداء هو الذي يحمل قيم الاسلام، فيحمل قيم الاسلام فيفعل بها العبادات. فهو لازم الأول خالص، وعشان كده كان أول حاجة بيعملها كمسلم إن هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني الأول خالص يرى الله، فلازم إحنا نوريهم ربنا، لازم هم يشوفوا ربنا، لازم يحبوا ربنا الأول. فالخطأ الهيكلي المنهجي اللي إحنا بنعمله في مشكلة تربية أولادنا إن إحنا بنطالبهم بالصلاة قبل ما نخليهم يروا جمال الله، وقبل ما نخليهم يحبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يجي يقول لي هو انا ما هو علموا اولادكم الصلاه، يعني علموا اولادكم الصله بالله. من هم وصغيرين كنا لازم نعلمهم ان الصلاه صله بين العبد وربي. انت رايح تقابل حبيبك، فعشان كده. لكن انا لما اعلمه ان الصلاه دي هي عباره عن عمليه بيزنس، يعني انا اروح اصلي عشان ربنا يبارك لي، فاذا ما لقاش البركه يقول لي الصلاه عملت ايه؟ هتصلي عشان ربنا يهديك، فيروح يصلي فيلاقي نفسه الأمارة بالسوء بتأمره بأشياء وحشة. لكن هو لو راح للصلاة على إنه رايح لحبيبه، فرايح يكلم مولانا، فحبه لله سبحانه وتعالى هيبقى ملوش دعوة بكل اللي حواليه اللي أنت بتكلمي عنه. بالعكس، ساعتها هياخد من الصلاة ويعيش بيها، ويبقى ساعتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إحنا لازم نبتدي بإن الصلاة لقاء الحبيب الأجل سبحانه وتعالى. فهو رايح يكلم حبيبه. طبعا انا لو قلت للناس كده لا، احنا عايزينهم عارفين ايه مشكلتنا، ان احنا بنخلي الاولادنا عايزين يصلوا عشان يبقوا في ميزان حسناتنا. ففي الغالب الاولاد بيحسوا بان هم آله، بيحسوا ان هم المرجو من صلاتهم لينا احنا مش ليهم هم، فبيحسوا بنفس احساسنا ان احنا عايزين ندخلهم الكليه اللي احنا عايزينها. فطريقتي اللي انا شايفها ان انت لو عايز تصلحي ده، نرجع نعيد الامر من اوله، ان احنا ما نخليش الصلاه وببعت لهم فيديوهات عن ترك الصلاه وما نعرفش ايه. احنا هم دلوقتي كبار، محتاجين السند، محتاجين الدعم، محتاجين وهم في الشغل يحسوا بان هم مع الله سبحانه وتعالى. فبعت لهم كل الكلام عن حب الله، عن جمال الله، عن جمال حضره النبي صلى الله عليه وسلم. بس انا عايز الصلاه، ما هو ده اللي هيجيبهم في الصلاه. بس احنا شويه مين كده، احنا فاهمين ان احنا عايزين نلحقهم قبل ما يموتوا. وانتوا بتكلموه عن الموت، طب ما هيقول لك خلاص هيستبيع، فاحنا مش عايزين حد يستبيع. كلموهم عن جمال الله وعن لطف الله فيستحي الواحد منهم فيروح يصلي، كلموهم عن جمال حضره النبي
وان حضره النبي كان بيقول ارحنا بالصلاه يا بلال، فيروح يصلي عشان يرتاح. يبقى البابين اللي احنا عايزين نتكلم عنهم هو جمال الله وجمال حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وان الصلاه دي مش بنعملها عشان بيزنس، الصلاه دي بنعملها لان هي جزء من هويتنا، جزء من عمود حياتنا، ونخليهم يفهموا ان الصلاه دي هي نموذج للحياه. لما بيضيق علينا حاجه نفتكر ربنا، فلما نفتكر ربنا كل شيء ينزاح بذكر الله سبحانه وتعالى. الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله لي يطمئن قلبي. ساعتها الصلاه هترجع تاني احب اليهم، وهتبقى قره عينيهم ان شاء الله.